يو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كشتم حبايبي الكرام، رجعت لكم فيديو جديد. اسطوري اسطوري اسطوري. شباب ركزوا معي، شايفين العداد الموجود فوق؟ شباب باقي 7 ثواني 6 ثواني للسكين رح ينزل جديد. شباب لحد الان ما بعرف شو رح ينزل. شباب باقي ثانيتين، باقي ثانيه. شو هو السكين؟ خلينا نشوف شو هو. مو موجود. هاتوا ندخل نطلع نشوف السكين. وال 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 شباب، شو هالسكين الاسطوري؟ صدقوني شباب ما بعرف هالسكين. لا 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 لا، سكين عن جد. واو، شو هالسكين شباب؟ واو 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 واو, واو. حبايبي والله شيء لوز اللوز. حبايبنا الكرام معنا 134 بطاقه يا اساطير. شباب بتمنى من كل اسطوره عم يشاهد البث الفيس، حبايبنا تاخذوني طالع جديد من البث المباشر. اوكي شباب بتمنى من كل اسطوره عم يتابع هذا المقطع. شباب يروح يزف يشوف المقطع اللي نزلته من شوي. حبايبنا مقطع اللغات، عملت تحدي من شوي. شباب راح احط لكم رابط تحت. شباب بتمنى كل اسطوره يروحوا يشوفوا. شباب اوكي بسرعه. اوكي قبل ما نبلش هذا المقطع لا تنسوا تحطونا زر اللايك والشير، فعلوا زر الجرس يا احلى ناس، ونقول بسم الله. شباب نضرب اول 10 لفات. ليتس جو مان. اولي 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 زفت. كمان ضربه، يلا ان شاء الله يطلع لنا. شباب ليتس جو. السكين هذا اسطوري شباب عن جد. هل السكين هكت شباب؟ فكرت السكين اللي راح ينزل، فكرت السكين هذا يلبس لي. لا عن جد شباب السكين واو هذا صراحه. خلينا نضرب كمان. ليتس جو ليتس جو شباب. فكرت السكين، شايفين السكين الابيض الابيض والهيك الابيض والاحمر، فكرت راح ينزل السكين نفسه اللي يشبه لون الاسود. ما اعرف اذا تذكرتون شو عم اقصد. يلا ليتس جو. ابلع ليتس جو. يلا بسم الله. ابلع ابلع ابلع. يا الله يا الله يا شباب. اوبا طلعت لي هي حلوه لوز. بس خلينا نشوف شباب بسرعه شو موجود من هون. والله موجودين اشياء اسطوريه شباب هون بالجواز. يلا يلا هي 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 هي, هي. لا العادي شباب اذا بتطلع على السكين بتطلع لازم تكون هي علامه هيك صفرة بيض. يلا هي هي هي, هي. لا حول ولا قوه الا بالله. شباب ليش هيك الحظ بيض؟ ليش الحظ بيض دراري الحلوين؟ يلا ولو لا حول الله يا ربي. ثواني شباب نفتح هدول على اليمين. 66 سبين ضربنا الشباب. 66 سبين يا جميلين. 66 سبين دراري الحلوين. يلا هي هي ان شاء الله. ادعونا ليتس جو. ابلع وبعدين وبعدين يعني بعدين. يلا هي هي ان شاء الله. ليتس جو. لا حول الله يا ربي شباب ليش هيك؟ هلا يا زلمه. شوفوا الحظ 300 هاي المره لازم يطلع الشباب. اوبا هذا هو هذا هو هذا هو. شو هو؟ هو يا شباب والله طلع السكين اسطوري شباب. والله لوز لوز لو طلع السكين. كفو 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 كفو. لا لا شباب لا لا هو طلع لي هيك كمان. والله حلو شباب. هي بكون حصلنا على السكين يا دراري الجميلين. خلينا ندخل بسرعه شباب، ندخل بسرعه ونشوف السكين شباب. متحمس كنت كثير لهذا هذا السكين. هذا السكين شباب يشبه ما بعرف فيك سكين يعني ما بعرف شو يشبه. بس خلينا نشوف السكين شباب مع بعض على رواق. اوكي نفحص السكين. طبعا شباب السكين الروماني كمان نزل اسطوري اسطوري كثير كثير شباب. يلا join the battle the legend. ثواني شباب بس بدي اعرف شيء بهذا السكين. دقيقه شوي بدي اعرف شيء بهذا السكين شباب. شو هو اللي عم يطلع من القناع؟ ثواني فكرت القناع. القناع اللي عم يطلع منه هذا الاشياء والاشياء يعني. واو 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 واو, واو. لا شباب ثواني شوي ثواني شباب نظبط له نظبط ترتيبه شباب ثواني. لا لازم نظبط له ترتيبه اسطوريه شباب. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون ثواني ندخل شوفوا معي هون التشاكيت اسطوري والبنطلون كمان جميل. بس ولكن شباب انا بعرف شباب انتم بعرف بدكم تقولوا لي عليكم بعرف شو حتقولوا لي شباب. بس هالمره شباب السكين الجاز ما راح يزبط. هل يا ترى راح يزبط؟ خلينا نزبط ندمج السكين الجاز بس الجاز انا بعرف كلياتكم حتقولوا عليكم حطينا الجاز. والله الصراحه شباب السكين شباب الصراحه ما بعرف ما بعرف شو ينضف له. وراح احط على هذا السكين كمان الصراحه شباب السكين هذا ما بعرف شو يعني الواحد يضيف له. فهمت علي؟ يعني القناع الشعر الشعر شوف الشعر شباب شوف الشعر شوف الشعر الشعر اسطوري كمان الشعر اسطوري كثير حلو الشعر كمان. خلينا بس نلبسه كمان شباب وندخل بشي ساحه ساحه التدريب او يلا ندخل ساحه التدريب شباب نعمل له اختبار داخل ساحه التدريب. ليتس جو مستعرضه ليتس جو.
Let's go. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا جميلين، طبعا شباب لا تاخذونا شباب، يعني الفيديو هذا شباب يعني مثل ما شفتوا شباب شغلت التسجيل وبلشت كل شيء وحبيت انزلكم اياه اول باول شباب عشان تشوفوا هيك. الصراحه شباب يعني اعطوني تقييمي لهذا السكين، تقييمي حبايبي، تقييمي لهذا السكين. خلينا ندخل هون برا شباب، راح نجربه باللعب كمان. تقييمي لهذا السكين شباب يعني عن جد لاش. القناع شباب، القناع اسطوري كثير. القناع شباب يعني واو، هيك حتى يعني شايفه باللعب شباب، شايفه خفيف يعني عن جد شي لوز اللوز. خلينا نشوفه هو عم يجري. يعني شباب انا بحب دائما كل ما اجيب سكين او شيء، ما اعرف اذا تعملوا مثلي، بحب هيك اجرب النطاط وما نطاط وهيك يعني، فهمتوا علي؟ خلينا نروح نجربه باللعب شباب، بالفايتات وكل هالشيء اللوز. خلينا نشوف، خلينا ناخذ بربر، ناخذ بربر شباب، نروح ندخل مبربرون شباب، ندخل مبربرون شباب. يلا ليتس جو. لا هون ايه، كل شباب تعرفوا شباب هي اول مره ادخل ساحه التدريب، ساحه التدريب شباب ما جربتها، هي اول مره بجربها يعني شباب، ماني كنت مجربه. تعالوا خمسه، ما هي ما بتلعب ون شوت. طيب يا اخر شوي، هذا كمان جاب السكين اسطوره. مين هو اخواتك يا زلمه؟ غير لعب يا زلمه، انت مش تقبل بربر يا زلمه، مش قدام طويل بس يلعب يا زلمه. يخرب بيت سنتك يا زلمه، صلي على النبي يا زلمه، يخرب بيت سنتو. شباب شبو هذا شباب، شبو يلا تعال انجرب السكين. لا حول الله، ما عاد يجيب هيتشوت، ما عاد يجيب هيتشوت، ما عاد بده، ما عاد بده شيء. لا ابلع ابلع ابلع، عافية الى اللقاء. ها ثواني، هي بربر. بتعرفوا شباب انا هي اول مرة بدخل صراحة، عن جد يعني اكون صريح معكم، بتعرفوا هي اول مرة بدخل على ساحة التدريب شباب من وقت التحديث لما خلص. عن جد شي واو، شي اسطوري شباب الساحة، عن جد هي أول مرة بدخلها يعني لوز. أوكي يا حلوين، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام، إن شاء الله عجبكم مقطع شباب يا أساطير، عن جد السكين حلو كتير حبايبنا. لا تنسونا تحطونا زر اللايك والشير، تفعلوا زر الجرس حبايبنا. أوكي هيك بكون انتهى المقطع، تمام؟ بشوفكم مقطع جديد، ماشي؟ شاهدة ممتعة، لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات اللي نزلت لكم إياها آخر الفيديوهات يا أساطير، وإلى اللقاء يا جميلين، باي باي.